أمانة اللص اليمين باللغة العربية. المسيح إلهنا ورب الأرباب، كما ذكرت اللص اليمين الذي آمن بك على الصليب، اذكرنا في ملكوتك. أيها اللص،
وقعت في طريق الخاطئ. وبكلمتك استحققت النعمة والفرح وملكوت السماوات وفردوس Amen.
ما رأيت المسيح الإله متجلياً على طور طابور في مجد أبيه بل رأيته معلقا على الإقرانيون فلوقتك صرخت قائلا السماء والأرض اضطربتا والشمس والقمر اظلمتا والصخور تشققت وستر الهيكل انشق فلوقتك صرخت قائلا أنكرا
واللص صرخ Oh.
خلصنا إنك اليوم تكون معي في فردوسي وتتنعم في صغيرهم إلى كبيرهم